يعني انا اقسم بالله ما عارف اقول ايه عن المنظر ده، اقسم بالله يعني مفيش منظر جميل ومرعب في ذات اللحظة زي المنظر ده. يعني اعتقد اللي ممكن ينافسه هو المنظر بتاع كسوف الشمس، الكسوف الكلي للشمس، حاجة مرعبة والله، حاجة مرعبة وجميلة، جميلة جميلة قوي قوي قوي. يتجلى فيها معاني كتير جدا، يتجلى فيها الأمل، رحمة ربنا، الجمال، النور اللي بيطلع من وسط العتمة، يتجلى فيها أمور كتير جدا. يعني الواحد والله والله الواحد جسمه مقشعر، يعني أنا مش عارف أتكلم من كتر ما المنظر تحفة. الغمامة أو الجزء اللي حاجب نور القمر عمال ينقشع واحدة واحدة، وباين الفرق الرهيب ما بين العتمة اللي كانت مسيطرة على القمر وما بين الجزء اللي ابتدى يظهر منه النور. فعلا لا، يعني فعلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لا يمكن، يعني لا يمكن. هو الخسوف مش واضح قوي، يعني باين للناس في الشاشة ان هو خلاص انحصر تماما وفاضل حتة صغيرة من القمر. هو العكس، هو حتة كبيرة اللي محجوبة، نورها محجوب، وحتة صغيرة قوي من القمر اللي بدأ يظهر نورها. ف انا والله والله يعني جايلي حبسة كده، حبسة نفس من المنظر اللي انا شايفه. شيء مش طبيعي، يعني شيء فعلا، يعني سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفرك الله وأتوب إليك، أستغفرك الله وأتوب إليك، أستغفرك يا الله وأتوب إليك. جمال ما بعده جمال، روعة ما بعدها روعة، أمل ورحمة ورعب وحاجة يعني تزرع الخشوع في قلبك زراعة. يعني انت يستحيل ما يعني والله، يعني انت لو المنظر ده ما اثرش فيك وحسسك بالجمال يبقى انت مش بني ادم، لو ما حسسكش بالخشوع يبقى انت مفيش منك رجع، يعني انت ما تحاولش بقى. ما تحاولش خالص يعني. انا ما كنتش متخيل ان الخسوف ده هيكون بالروعة دي. يعني انا شفت خسوفات قبل كده للقمر، لكن ما كنتش متخيل ان ده هيكون بالروعة دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعة، اللي قريب من بلكونة ويقدر يشوف القمر او اللي في الشارع، يا ريت ما يحولش عينه من على القمر، ما يحولش عينه من على القمر، لان فعلا المنظر مش طبيعي. يعني المنظر مش طبيعي، المنظر مش طبيعي. واللي شايف المنظر ده ما يبطلش تسبيح، واللي يقدر يبث مباشر يا ريت يا ريت. يعني الله ينور عليك يا إيمان، يعني برافو عليك ان انت بتسبحي، ان انت كتبتي تسبيح. يعني المنظر اللي جنبه ده، يمكن الناس مش عارفة ان اللي جنبه ده اللي منور اكتر منه، ده اللي هو الصغير قوي ده المريخ. الارض حجبت نور الشمس اللي هو بينعكس على القمر، بيجيلنا حجبت نور الشمس على القمر، والنور ده راح للمريخ. فعشان كده انت شايف المريخ مضيء قوي كده، المريخ بالنسبة لك مضيء قوي كده، اللي هو النقطة الصغيرة اللي هي باينة قوي دي. ولو تاخد بالك هتلاقيها مضيئة بحمار برضو، لأن المريخ أصلا يبان لنا من أي تلسكوب أو مرصد يبان لنا أحمر، نور الشمس بيخليه أحمر. فهو منور بالنسبة لنا، النور اللي بيروح للقمر راح له هو، ومنور بالنسبة لنا نور أبيض مدي على حمار كده. والله بجد يعني انا مش عارف اتكلم حقيقي، والله ما عارف اتكلم. يعني انا بس برجو اي حد بيبص على البث ده ويقدر يشوف القمر من البلكونة او هو في الشارع، يكنسل البث ده ويتفرج بعينيه، يتفرج بعينيه، يعني لان مش ممكن.
والله ما ممكن يعني. بالمناسبة حاجة مهمة قوي ليها علاقة، قصة يمكن أنا كنت منزلها من شوية على الأكاونت بتاعي، قصة ليها علاقة بكسوف الشمس مش بخسوف القمر بقى، يعني بكسوف الشمس. كانت قصة ليها علاقة بابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم. سيدنا محمد كان عنده طفل اسمه إبراهيم، ومات وهو طفل. أبناء سيدنا محمد الذكور ماتوا أطفال، فابن سيدنا محمد لما مات وهما بيصلوا عليه الجنازة حصل كسوف للشمس. فالصحابة وكل الناس كبروا وهللوا وقالوا الله أكبر، واعتقدوا أو زعموا إن كسوف الشمس ده بسبب موت إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ساعتها سيدنا محمد قام وخطب في الناس وقال لهم: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان لله لا يخسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم منهم ذلك فصلوا وادعوا وسبحوا، وفي رواية أخرى وكبروا. الرواية دي لما أنا بسمعها بصلي على سيدنا محمد، ولما بشوف الكسوف أو الخسوف بصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن يعني سبحان الله ده أبلغ رد على أي حد ممكن يقول إن سيدنا محمد مدعي نبوة، لأن لو هو مدعي نبوة ما كانش هيفوت فرصة زي دي. يعني الناس لوحدها اعتقدت ان كسوف الشمس لموت ابنه، فدي بالنسبة له حاجة في منتهى الجمال، يعني دي حاجة جاية له على الطبطاب. لو ده مدعي نبوة هيستغل الحادثة دي ان هو يعظم من شأنه هو ونسله ليوم القيامة. يعني الناس لوحدها اعتقدت كده، فانا ايه اللي يخليني انكر حاجة زي كده اذا كان هم اعتقدوا؟ دي حاجة تقوي اعتقاد الناس فيا وتعظيمهم ليا وتوقيرهم ليا لو انا مدعي نبوة أو نصاب لا قدر الله. يعني حاشا لله إن سيدنا محمد يكون كذلك، ومع ذلك سيدنا محمد نكر. فلو كان مدعي نبوة كان استغل الموضوع ده لصالحه. سبحوا يا جماعة، سبحوا بالله عليكم، المنظر فعلا في غاية الروعة، يعني المنظر في غاية الروعة. دلوقتي نقدر نقول مثلا ان تلتين القمر ابتدى يظهر، لا تلت القمر اسف، تلت القمر الضوء اللي احنا معتادين عليه ابتدى يظهر، وفي تلتين تقريبا محجوبين عننا، نكاد ندخل على النص خلاص، ان نص القمر مضيء ونصه معتم. شيء في منتهى الجمال، شيء منتهى الجمال. اللي ساكن في العالي يا جماعة ويقدر يشوف القمر هيشوف المنظر أروع من كده كمان، يعني هيشوف المنظر في غاية الروعة. اللي ياخد باله كمان هيلاقي إن المريخ ابتدى يخبو، يعني المريخ ضوء المريخ من حوالي ساعة أو ساعة وشوية كان ضوء أقوى من كده بكتير، دلوقتي المريخ ابتدى ضوءه يخبو لأن الضوء الأصلي ابتدى إن هو يتجه ناحية القمر تاني، على حسب ما أنا بفهم يعني. شيء رائع يعني، شيء رائع. مؤمن كافر، معتقد في وجود الله أو غير معتقد، بني آدم مادي بحت او بني ادم شعاري، يستحيل تشوف المنظر ده وما يصيبش قلبك بمشاعر مختلطة كتير جدا جدا. الامل، الرحمة، الفزع، الانتظار، حاجات كتير، حاجات كتير قوي قوي ممكن تشوفها من كسوف القمر، خسوف القمر اسف. شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي بالمرة يعني.
الحمد لله رب العالمين ان ده حصل في الصيف. يعني لو كان حصل في الشتاء كان ممكن الجزء الجمال ده نتحرم منه بسبب السحب الكثيفة في السماء. يعني انا افتكرت ده دلوقتي لان في سحابة خفيفة كده داخلة على القمر دلوقتي، بس ما اعتقدش انها هتحجبه ان شاء الله، يعني لانها سحابة خفيفة بس. يعني يمكن بانت عند حضراتكم دلوقتي، اي حد بيشوف البث هيشوف السحابة. فالحمد لله رب العالمين، يعني من لطف ربنا بينا ان هو عايز يمتعنا بالجمال ده، في نفس الوقت يخلينا نتذكره ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الظاهرة دي تحصل في الصيف فنشوفها بالوضوح ده وبالجمال ده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني هو السحابة ان شاء الله تحجبه حوالي 2 أو 3. هيبتدي يظهر تاني اهو كويس. الله اكبر. ده كويس منظر زي ده يستحيل ما يحسسكش بالهيمنة والسيطرة، سواء كنت مؤمن او غير مؤمن، ما يحسسكش غير بالهيمنة والسيطرة. القوة عظمى مسيطرة على كل ده، بتخلي ده يدور في فلك معين وفي ميعاد معين وبتوقيت معين ويعمل كده، وفي توقيت معين تاني ربنا سبحانه وتعالى يخليه يستمر في مداره عشان يرجع تاني القمر ينور لك. في ظواهر كتير قوي في كوكب الارض مرتبطة بظهور القمر في ميعاده، ابسطها المد والجزر. وما ادراك ما المد والجزر؟ فيستحيل تشوف المنظر ده غير وتعتقد اعتقاد راسخ، حتى لو كنت لا ديني، حتى لو كنت غير معتقد في وجود الله، لازم هتعتقد ان في قوة عظمى مسيطرة، سيطرة تامة تامة على كل المجريات والاحداث دي. انه قوة دي اللي تقدر تسيطر على حاجات بالحجم ده، كوكب زي الأرض، كوكب زي القمر، مدارات يمشي فيها الكواكب دي. في تاريخ الأمم أقوى قوة ظهرت في تاريخ الأمم كلها من يوم ما اتولدنا لحد، يعني من يوم ما البشرية اتوجدت على الأرض لحد دلوقتي، ما قدرتش تسيطر غير على مجموعة ناس ومجموعة موارد جوه الكوكب. يعني إيه مثلا؟ إيه 3/4 الكوكب، نص الكوكب؟ لكن ما حدش قدر يسيطر على الكوكب كامل، يخليه يمشي في مدار ويعكس مداره ويلف عكس الاتجاه ومش عارف، ويمنع عنه الشمس ويمنع عنه القمر. دي كلها حاجات تدل على ان في قوة لا نتخيلها ولا يمكن نتخيلها مسيطرة على الحاجات دي. سبحان الله سبحان الله، الله اكبر. المريخ النجمة الصغيرة قوي دي ابتدت تخبو قوي، يعني ابتدى نورها يروح قوي. زي ما قلت هو من حوالي ساعتين كان نورها قوي جدا جدا. انا ما عرفتش انها المريخ اللي من فترة صغيرة، يعني ما كنتش مصور انها مريخ، انا كنت مصور انها نجمة عادية. الله أكبر. كده تلتين القمر ظهروا، يعني فاضل تلت بس. الوقت ده وقت مستجاب الدعوة، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل فيه. يعني والله ما عارف اقول ايه، يعني سبحان الله ربنا بيرحم ويظهر لك القمر تاني، اللي هو لو اختفى من حياتك دي كارثة على الكوكب. يعني في نفس الوقت كمان بيتقبل منك الدعاء، يعني بيرحمك وبيتقبل منك الدعاء، بيرحمك ويظهر لك الحاجة اللي انت محتاجها وبيتقبل منك الدعاء. حاجة زي كده برضو لما تشوفها تقعد تفتكر في مشاكلك وبتاع وكلام من ده، تقول يعني سبحان الله، يعني اللي مسيطر على كل الحاجات دي مش قادر في لحظة ان هو يخفي المشاكل. فتلاقي المشاكل بقى والهموم اللي في دماغك كلها تروح خالص، تضمحل جدا
وما تفكرش غير في الجمال اللي انت شايفه ده، وفي نفس الوقت كمان تقول يعني اللي قادر يعمل كده مش هيقدر على شوية الهبل اللي انا بتعرض له في حياتي، مش هيقدر على شوية التعب وقلة الفلوس والمرض وقلة الموارد، مش هيقدر على كل ده، مش هيقدر على الهبلات دي اللي مصير الكواكب والكويكبات دي في مدارها، مش هيعرف ان هو يمحولي المشاكل بتاعتي، يرحمني، يديني، يعطيني، يبدل من حالي لحال، يرزقني راحة البال والرضا والقناعة، يخدق عليا من نعمه، يديني اللي أنا بسأله. محظوظ يعني أول مرة أحس إن الشخص اللي ساكن في العالي محظوظ لأنه هيشوف الرؤية دي بشكل أوقع أوي. فأنت لو ساكن مثلا في العاشر في التلاتاشر بالنسبة لك يا خرابي، بس طبعا لازم يكون مش قدامك حاجة تحجب القمر، يعني أنت ممكن يكون قدامك عمارة أطول أو عمارة في نفس المدار كده فتحجب عنك القمر. لكن أنا بقى الحمد لله يعني ساكن في حتة أنا أساسا دور أرضي، بس قدامي في جهة ما من البيت فيه براح كده ممكن اشوف بيه القمر، والحمد لله رب العالمين هو ظهر عندي في الحتة دي من ناحية البيت من حوالي ساعتين في سحابة كبيرة جاية. يا لهوي لو النبي في سحابة كبيرة جاية وممكن تحجب القمر شوية. لا والنبي 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 يا ناس، مش عايز، والنبي يا رب، والنبي يا رب. اتمنى تحود ولا حاجة عشان مش عايز الامر يغيب عن عيني ابدا ابدا ابدا. لا هي داخلة، هي داخلة وممكن تحجبه مثلا بتاع 3 دقايق ولا حاجة اهو. هي ده يعني هي يمكن بانت كده. يا خسارة يا خسارة. اتمنى بس انها ما تكونش كثيفة فتحجبه تماما يعني. في جزء منها كثيف يعني، في جزء منها داخل بعد شوية اعتقد ان هو كثيف، اشد كثافة شوية من الجزء اللي القمر فيه دلوقتي.